يلغي اللاعبين اليوم، ألغى اللاعبين لأنه تقريبا بنفس الطريقة بنفس أسلوب اللعب، هاري كين وبيلينغهام تداخل في المهام على أرضية الميدان، هذا الأمر أدى إلى إلغاء كلا اللاعبين. أنا أعطيك الخطة اللي نشوفها أنسب وتجيب نتيجة في المباراة الأخيرة، يلعب خطة 4-4-2، ما يتفلسفش كاع، نفس الدفاع في الوسط ينحي ترينت ألكسندر أرنولد، يلعب بيلينغهام، ديكلان رايس، ماينو، ويلعب كالاغار مثلا ولا كول بالمر. بيلينغهام كول بالمر يقدروا يلعبوا في نفس التشكيلة في خطة 4-4-2. في الأمام يلعب ساكا وهاري كين فقط، وهاري كين ما يروحش للأمام، يجبد على طريقة فينيسيوس رودريغو هذا الموسم في ريال مدريد، يجبد لليسار أكثر باش الانطلاقة تاعو تكون من اليسار نحو منطقة العمليات، باش يخلي دائما الكول ورا ذاك الفراغ تاع العمق يخليه لبيلينغهام. هل يجرؤ المدرب يا أمين أن يبعد بيلينغهام واحد من أفضل لاعبين في العالم هذا الموسم، أو يبعد مثل ما تتحدث هاري كين؟ لا أنا ما قلت يبعدهم، لا قلت في هذا النهج التكتيكي وفي هذه الخطة تكتيك محمد. إيه هو ليس شجرة، هو مدرب محمد. نعم وليس شجرة، لا أعتقد بأنه يمتلك الجرأة لإبعاد هذين. إيه إبعاد محمد، شوف إبعاد اللاعبين، إذن الحل هو تغيير الخطة. شوف إبعاد أي لاعب سواء بيلينغهام أو هاري كين يعتبر خطأ فادحا مفروغ منه. أنا قلت لك كنت بيان بريسي كما يقولوا، كنت دقيق جدا في كلامي، قلت لك في خطة 4-2-3-1 ما يجيش بيلينغهام وهاري كين ونتحدى أي واحد محمد، راح يلغى لاعب من اللاعبين أو يلغى اللاعبان مع مثل ما حدث في مباراة اليوم باستثناء هدف هاري كين. هاري كين لي مقدم أي شيء، وباستثناء تمريرة بيلينغهام الرائعة لواتسون واتكينز لم يفعل أي شيء بيلينغهام. قلت لك أنا أشوف خطة 4-4-2 يلعب كول بالمر وبيلينغهام في وسط الميدان مع ديكلان رايس وماينو، ويلعب هاري كين يجبد شوية اليسار، ألكسندر أرلوند يمشي الكرسي الاختيار لأنه يجب تضحية، يا إما تلعب ألكسندر أرلوند كظهير أيمن أو تلعب والكر. لماذا يلعب سويا؟ لماذا يصر؟ شوف المباراة الأولى ما قدم حتى إضافة ترينت ألكسندر أرنولد وخرج في الشوط الثاني، في المباراة الثانية نفس الشيء ما قدم ولا إضافة لخط الوسط. أنا ماهوش كيميخ زعما لعب في بايرن ميونخ قدم دارو غوارديولا، وغوارديولا تجي عليه كي يتفلسف، تجي عليه تاعو المهنة ديالو. أنت ساوث جيت ما لازمش تفلسف، أنت يا أصلا مدرب لكن ساوث جيت منذ أمسك بزمام المنتخب الإنجليزي يحاول دائما أن يرتدي قناع غوارديولا، شاهدناه في الكثير من المرات يحاول تقليد غوارديولا، يحاول أن يلعب بفلسفة غوارديولا، ربما هذا يجب أن يلعب بشخصيته، يلعب بأفكاره التكتيكية ويتخلى عن بعض اللاعبين. يعني من المؤسف أنه منتخب إنجلترا يظهر بهذا الشكل. تحدث أمين عن جود بيلينغهام وهاري كين، نتحدث عن أرلوند ومن الظاهر الأيمن وولكر يجب أن يلعب أحدهما، لا يجب أن يشارك سويا في المباراة. أولا تكملة لما قاله محمد الأمين أن تعاقب الأجيال على المنتخب الإنجليزي، ولا بالنسبة لساوث جيت مشت معها النتائج، لأن لو نرى مثلا المدربين الآخرين كان هناك لاعبين ممكن أحسن جودة من اللي يرى موجودين الآن، ولكن لم يكن لا الأداء ولا النتائج. صحيح. الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ربما ترك ساوث جيت، ترك له أفضلية العمل مع هذه المجموعة لأن النتائج مشت معه، ولكن في المضمون في كرة القدم النتائج وحدها لا تكفي، تعاقب الأجيال، لأنك أنت حتى وإن تأهلت النصف النهائي هل أتيت بالكأس العالم؟ لم تأتي بكأس العالم. لماذا لم يجدد هذا المدرب أفكاره التكتيكية؟ سمعني محمد، تكتيكيا فيما يخص ما تكلم فيه محمد نظام اللعب، لو نتكلم على نظام اللعب، نظام اللعب أفكار مدرب محمد، وتنشيط اللعب من تخمين اللاعبين، يمكن أن اللاعبين ما يأدوش كما ينبغي، يجب أن نتكلم بصراحة ويجب أن نتكلم في الصميم. لو مثلا نظير المنتخب الإنجليزي نجد المنتخب الألماني، نشاهد لو تكون أهل اختصاص نشاهد نظام اللعب ونشاهد الأداء من طرف اللاعبين، لو تشوف كيف المنظومة الهجومية تتحرك في المنتخب الألماني عكسها المنتخب الإنجليزي، هنا يجب دق ناقوس الخطر من طرف رئيس الاتحاد الإنجليزي، لأنه أنا أشاطر الرأي تمام الأخ محمد الأمين، من غير الممكن
ومن غير المعقول المنتخب الإنجليزي بالجودة اللاعب الموجودة الآن ويلعب بهذه الطريقة. خادم ممثلة هذا أعتقد أنه شيء مش قدش خلوك ما يشرفش، لكن لما تشوف جودة المنتخب الإنجليزي كان صورة لبنك احتياط المنتخب الإنجليزي، لما تشوف غوردون موسم ولا في الأحلام مع نيوكاسل، لما تشوف كول بالمر موسم رائع جدا مع تشلسي ولا دقيقة لكول بالمر منذ بداية الموسم، وكأنه ساوثغيت يملك مشاكل مع ماديسون لم استدعاه ولم يلعب بتاتا في كأس العالم الماضية. أعطنا كرسي احتياط إنجليزي. هذا المرة استدعى بالمر، ماذا يفعل بالمر في المنتخب الإنجليزي؟ هل على بالمر أن يفعل مثل ما فعل مع مانشستر سيتي غادر نحو تشلسي؟ توظيف فودن في مانشستر سيتي يلعب على الجهة اليسرى، هذه المرة يلعب على الجهة اليسرى، ماذا يفعل ساكا كأساسي بعد ساكا كأساسي بعد مباراة ونصف سيئة جدا؟ المباراة الأولى ساكا سيء، المباراة الثانية ساكا سيء، لماذا يلعب ساكا دائما أساسي فوق العادة في منتخب الإنجليزي؟ كان أخطر، كان أخطر اليوم في المباراة ساكا، كان أخطر عنصر من ناحية قام بإخراج يرمى أنه كان الأخطر. فوزي سؤال آخر، سؤال آخر في العالم. أنا أفضل، اسمح لي فوزي، أنا أفضل ميدو، أفضل يتم تضحية بترينت ألكسندر أرنولد وفودن ويلعب، ولا معليش يقدر يلعب ساكا يكون فودن بديل في الشوط الثاني. تفضل موسى. انا بالنسبه لي لا كرياتيفيتي في الميليو تيرا، ولا ما تقدرش تلعب ارنولد وريس تلعب معهم باش يكونوا زعما دي كرياتيف، باسكو كاع دي ريكوبيراتور ما يلعبوش البريمير انتونسيون، يمدوها لي زاتاكو ويروحوا باش يمدوا لا سوبيريورتي نيميريك. انا نشوفه وسط ميدان يلعب دفاعي ويلعب بالجهد البدني، ما عندهمش كما كان الابداع في وسط الميدان، ما كانش الابداع كي يكون عندك زوج ولا ثلاث لاعبين مبدعين. كاين لا كرياتيفيتي دون لو ميليو كما يقول لك اما على موتي دو تيرا، تصيب دي زاتاكون يعرفوا يتحركوا الكرات يوصلوا، ولا ما كانش لا كرياتيفيتي عندك مشكل ما يكون عندك دفاع متوسط وعندك لي ميليو تيرا كما شفنا في العالم اللي قال. شوف اسبانيا كي تشوفها تلعب في الوسط كاين لا كرياتيفيتي، كي تشوف المانيا كاين ابداع، كاين كيما يقول لك فكر في اللعب كيفاش كاين. محمد ميديو تيرا كاين اللي يمد لو تيمبو باش يمد الكره ويروح يتبع الكره باش يعاود. فوزي لنفترض جدلا ان ساوث جيت اخطا في الخطه واخطا في التشكيل الاساسي ومنح بعض اللاعبين فرصه اكثر مما يستحقونها وقام باخطاء تكتيكيه، لكن على ارضيه الميدان يعني كل لاعب بقيمته، كل لاعب بوزنه، صح، كل لاعب بتاريخه، كل لاعب بجمهوره، كل لاعب يعني يمتلكون كل شيء في انجلترا، لماذا شاهدنا أسوأ نسخة لوالكر، أسوأ نسخة لجون ستونز، أسوأ نسخة لبيلينغهام، أسوأ نسخة لديكلان رايس، أسوأ نسخة لهاري كين؟ يعني حتى اللاعبين خيبوا مدربهم، يعني حتى ما كاش لاعب فوزي، ما كاش لاعب ياخذ الكرة وياخذ المبادرة مثل ما قلت.